السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024. السيد الرئيس الكلام مهم، اتكلم على الظروف الراهنة، الوضع الاقتصادي وأسبابه، الأزمات اللي عدينا بيها، اتكلم على أننا ما زلنا ملتزمين بنؤدي ونلتزم بكل الالتزامات الدولية اللي مع صناديق ومع مؤسسات دولية ومع دول، وما تعثرناش رغم كل الظروف اللي حصلت. وقال ان كان في وعود من الدول الأوروبية في مؤتمر باريس 2015 بتاع المناخ، ثم مؤتمر المناخ في مصر، ثم مؤتمر المناخ في الإمارات. مصر لوحدها كان محدد لها 100 مليار دولار بسبب التداعيات اللي عادت علينا. انتوا عارفين ان اوروبا هي اللي بتصدر الانبعاثات، احنا ما عندناش صناعات تسيء للبيئه، جايز احنا كاشخاص بنسيء بيها للبيئه، لكن ما عندناش صناعات ولا تلوث زي اللي موجود في الخارج، فكان عليهم ان يدفعوا ولم يدفعوا. تعالوا نسمع جزء من كلمه السيد الرئيس اليوم. النهارده مصر بقى لها يعني كورونا خدت سنتين، وده تحدي اقتصادي كبير جدا واجهنا، ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفة في مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزة. وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبة 40% ل 50%. يعني طب كل ده بيتم، والنهارده المفروض ان الدوله المصريه ليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنميه ومع مؤسسات تمويل. انا مش بشتكي يعني، لكن اقصد اقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه. اذا كان في تعهدات احنا كدوله مصريه حرصت على انها تنفذها، التعهدات دي الالتزام بيها كان اموال ضخمه تم ضخها عشان نقول واحنا قاعدين معاكم دلوقتي احنا فعلا 15 مليون وحده سكنيه بيشتغلوا بالغاز، ونص مليون عربيه او اكتر بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصه تمويل اكتر هنعمل اكتر من كده. ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المعرض استقبل موراي شينكلاوس، ده رئيس التنفيذي لشركه بريتش بتروليوم. مدير الشركة أكد على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر. الشركة بتضع مصر كأولوية في مجال الاستكشاف لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية. أكد على دعم مساعي الدولة لتصدير الفائض من الطاقة من خلال ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 5 ملايين.